بخاطر يمكن ما فهمتش السؤال بالكدا هذاك عليه. انا متاكد فهمته بالكدا. ليه لا ما فهمتكش تقصد تو في الاخر فهمت هذاك علاش هكا ولا ليه هكا ايه سؤالي اللي من بعده اي هل صحيح انه ظهورك في التلفزه في فتره من الفترات قلق ليلى بن علي؟ سؤال والله لا نعرف ما نجمش نجاوبك عليه ما نعرفش ما عنديش حتى فكره على الحكايه هذه. انت سمعت هكا؟ انا نسال فيه قل لي مدام. لا ما عنديش حتى فكره. نعرف اللي قلقت برشا ناس من الميدان. اما ليلى بن علي ما عندي حتى فكره على هذا خاطر انا جميع هذوما ما عندي عليهم حتى فكره. لا قابلتهم لا جاوي لا اللي سمعت اللي قالوا الجزء الثاني معناتها نتاع الخطاب على الباب حبوا عليه في الرئاسه هذا اش قالوا لنا وقت اللي عيطوا لنا المره الثانيه. مانتنو هي ولا غيره ولا عندي حتى فكره وعمري لا قبلتها لا هي لحد اخر من عائلتها ولا. واضح ما نعرفهمش الكل. بما اني نحكيو على الجزء الثاني الحمد لله دايو خير؟ خير كي ما عرفتهمش؟ لا خير بالطبيعه لا ما نمشيوش مع بعضنا احنا لا وانا نحمد ربي مره قالوا لي عارف شنو هذا شكون اللي مشي للقصر وكل حمدت ربي اللي انا مانيش في وسطه. اسو بوان كان يخوف لا اي نو ما تحبش تحب تقعد بعيد؟ ما نحبش حتى لليوم علاقتك من بعيد بال من بعيد اي بالسياسه وغيره مانيش مغرومه بالسياسه وما نتصورش كان نجم نعمل نهار من نهار تنولي نعم في السياسه على خاطر انا واضحه واموري واضحه بالكدا والشفافيه والترونسبارونس عندي صفات اللي لازمها توفر في السياسي هذه اي اللي لازمها اي اللي هي مش موجوده عندنا حاجه برك اون كومان مو التمثيل باهي في هذا نجمو حبيت ناخذ رايك انا في بعض الفنانين اللي دخلوا المجلس في مجلس نواب الشعب مثلا السيد علي بن نور مدام سلمى بكار لا مدام سلمى بكار كي دخلت دخلت على حاجه معينه على الدستور على باش كتبت وباش شاركت وباش فهمت دونك وي سلمى بكار انا عندي ثقه تامه فيها والسيد علي بن نور وي سيد علي اوسي مي بون ما قصرش سيد هو بوكو با علاش لا بيان كو بون ما عملش حاجه مي بون بوكو با علاش لا واضح علاقتك بالسياسه واضحه قلت لي انا بعيد عليه لكن ايضا بعيد على الاليم في الفتره الاخيره ما تظهرش برشا عندك برامج ترفض تحضر فيهم ولا انا عمري ما كنت قريبه من الاليم راهو انا من الاول بكل هكا شويه وقتها جديده وكل بديت سورتو في الصحافه المكتوبه بعد جيت ديسو على خاطر لقيتهم يكتبوا الصحافه المكتوبه بالذات يكتبوا يقولوا حاجات على لساني انا اللي هما يحبوا يقولوهم وانا ما قلتهمش نقعد دي تيت خضر شنو ما قلتهمش سي كواس دونك جبت روحي وليت بعدت على الاهل من بعد فينالمون بشويه بشويه قالوا لي لا ما الصحافه المكتوبه ديما ما عنديش برشا على اليوم نحكيو على مش الصحافه المكتوبه نحكيو على الاليم نحكيو على برامج تلفزيونيه مثلا لا مانيش تري بلاتو على خاطر بوني جيستيم كو يزي كي يشوفوني في الخطاب على الباب سي لارجمون سوفيزون مش لازم نزيد على البلاتو الوي 23 سنه لتالي الخطاب على الباب مدام اي لكن فما عمالي الاخرين عداوهم الكل زاد انت تختار ما تحضرش ولا ما يعيطولكش لا يعيطولي ما نكذبش عليهم يعيطولي وانا ديما قبل ما نجيك لك انت تتصلوا بي اربعه ولا تيدي محظوظ انا محظوظ اللي قبلت تجيب هذايا وهذيك علاش توا باش نقبل توا باش تسالي نقبل خاطر باش يتغشوا انا محظوظ اللي قبلت تجيب هذايا عايشك فكره انك تكون كرونيكوز مثلا نو سا مو دي ريان سي با مون تروك لا 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 انا قلت لك من النوع اللي ما نحبش جمهوري ومي فان يقلقوا مني ما نحبش نبدا كونسومي ياسر نخير نخرج كان عندي عمل باش نحكي عليه جديد ولا إذا كان عداو الأعمال نتاعي وكان نستصور شيء، دونك أنا الخطاب على الباب تو يعديو فيها على طول العام ولكن حتى حد ما اتصل بيا مثلا معناتها فما حاجة أخرى يقولوها لي اللي هي تبهتني حتى حد من فما أعمال باش تتصور بيانتو لكن حتى حد ما اتصل بيا علاش؟ مثبية نعرف أنا فيديو خلينا نعملوا بربي الأسباب نعملوهم مع بعضنا هاي تو سويت تنجم تلعب أكثر من شخصية؟
هذا يسبب لولين يقولوا عليك. اي انا بيان سور. باه خلينا نبداو بالحاجه ها وكان فما مخرج انت ويسب. تقبل تلعب شخصيات مختلفين على اللي عرفناك فيهم. اسعى لهذا. اسعى الى هذا. باه السؤال اللي من بعده، الكاشي نتاعك غالي برشا مدام؟ با دي تو. با دي تو. اللي دخلوا البارح غلاو اكثر من ياخ. باسكو انا اون فان كونت الفلوس مش ما نقولش سا موتيف بارا ولا. لا طبعا هو واحد يخدم لكن حق. اللي يهمني هي الخدمه خاطر انا كي نقعد ما نخدمش سا مونكي. ما تعيشش من تمثيل اليوم مدام؟ ما تعيش من تمثيل. كي تعيش من تمثيل راني ميته بالشر. لطف عليك. دون سي فغي خاطر انا اون فوا كوم سا معناتها مانيش كل عام تقاني فيه وحنا ديجا ما عندناش انتاج كبير وزيد توا بالاقصاء اللي عاملينه شويه لي جون تاع توا الحق تاع ربي نحس فما يعني كي تعيط لي باش تكمل بيا انا شخصيه ولا حاجه توجعني حتى انا زاد انا خير نقول لي دونك ربي نحمد ربي اللي انا معناها مانيش عايشه من تمثيل. لا باهي عندك مشكله في حفظ السيناريوهات؟ با دي تو. الوغ لا با دي تو. انا نحفظ في رمشه عين من غير ما نحفظ في الدار في وقتها ماكجولي نشد تكست. باهي خرق العاده. هذوما ثلاثه نقاط الاساسيه معناها اليوم كان فما عمل اللي يحبوا يسمعوا يشوفوك. لا ما كذبوا عليا في برشا حاجات. كيما قالوا مثلا ما تحفظش. يقولوا ما تحفظش. يتقال. ايه قالوا برشا ما نحفظش قالوا درا شنو كله سبا فغي. نقول لك شنو الكلام اللي يتقال انا ما حبيتش نقول. قول لي ما يصيرش انا ما يقلقنيش. يقولوا ما تحفظش. يقولوا عاشت النجوميه برشا اللي وليت عندها شروط وقت التصوير وما نجيش في الوقت الفلاني ونجي في الوقت الفلاني. والله هذا الكل ولازمني الماكيوز هذه ولازمني الشعر هذا. واو سبا فغي هكا يقولوا عليا. هكا يتقال عليك مدام. والله عيب عليهم. والله انا ما نحلفش بسهوله خاطر ماك تعرف ايش يقولوا على الحلاف. ولا بمجرد. اما انا والله سي تو تافي لو كونتخيغ. اللي يهمني انا من نوع الساعه اللي ماكياج ماذا بيا شكون يساعدني خاطر شويه الرجيك البودره ودر شنو كل يقلقوني هكا هو. ولا عمري دخلت في الماكياج ولا عمري دخلت في نقول لك توجعني قلقتني في هذه قلقتني هذه ايه مي مش ليش فيك لبسني هكا ولا ايش فيك مش بدرجه مبالغ فيها. لا با دي تو با دي تو جوست كيل فو. انا تو في 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 مسلسل مشاعر الحجام والشد ديبارتمون كوافير ومكياج كل اتراك كل يوم كي ندخل انا شيف مثلا تاع الكوافير كل يوم ندخل يهز لي يدي بوسيلي تولي متى وحط لي الغداء كل صباح يقول لي راهو اللي يحب يعمل يعمل في شعري على مقتضى الشخصيه عنده الحريه كامل بطبيعه خدمته هو داخلي في خدمتي. لا كيفاش انا ندخل واضح نحكيو على مشاعر اثنين خلينا نقعدوا في مشاعر اثنين كنت ماكش راضي انه يتعدى في زوز قنوات فرد وقت كارتاج بلوس والحوار علاش؟ على خاطر البرودوي نتاعنا معناتها تعبنا عليه احنا تعبنا عليه كارتاج كارتاج معناتها وي بون كارتاج انتر غيمي انا نتكلم على روحي كنت البرودوي نتاعنا تعبنا عليه تحكي على كارتاج بلوس. لا على الممثلين انا نحكي على الممثلين البرودكسيون ما تخصنيش مش مشكلة معناها انا الممثلين معناتها تعبنا برشا وخدمنا في البرد وفي الواحد وحنا معناتها تعبنا نحب نتاعنا يقعد سوغ بلاس غاديك ما نحبش سوغ بلاس خاطر مالوغوزمون ولا مالوغوزمون اللي هو في كارتاج بلوس فهمت الغالب كارتاج بلوس مش حبقه اخرى و لكن كي تعدى في الحوار ما تعتبرش اكثر إيه يكون اضافت لنا حاجه الحوار خاطر حوار كون لو فيو با ما عندي حتى مشكل راهو مع الحوار لا نعرف طبعا وخدمت فيها تاج الحاضره إيه وغيره وعدد الاعمال ربي يفرج عليه السام فوالا هذا السؤال اللي من بعده خلينا نقعد معك في العمل انت كنت ضد انه يتعدى في الحوار وكارتاج بلوس خاطر كيف اللي زعما سيتي نوتخ بيبي هكا اوف كلمه قلتها هكا بتتخ مش لهالدرجه معناها ما قلتها وي لو خيروك في قناه منهم يتعدى كارتاج ولا الحوار اش تختار؟ صراحه حوار الحوار واضح مازال عندك عقد احتكار ظهر لي مع قناه الحوار اي ل 2021 على تاج الحاضره اي صحيح وي ربي يفرج عليك مش قاسي شويه عقد الاحتكار؟ اوف ليه مش احتكار معناتها ما مش معناتها كما نابيل اكسكلوزيفيتي نو سي با ان كونترا د اكسكلوزيفيتي سي ان كونترا تو سامبلومون جوسكا 21 باهي
ما خدمت مع سامي الفهري في عديد الأعمال. خدمت أول ما خدمت مع سامي وفي مكتوب أن مكتوب واحد، ولكن كان ظهوري بدأ من الحلقة 27. فهمت على أساس باش نكمل البرسوناج سرا ديفلوبي في الدوزيام بارتي 30 حلقة اللي من بعد. أوكي، هذه صارت إشكالية نحب نوضحها بربي. أي قولي. أي دونك هكاك كان من الأول أنا كي عطاني الدور سامي، مش هذاك كيف كيف عطاني الدور اللي عملته سونيا مدب، نوجه لها التحية. قلت له لا زيني من ذا لا ما عجبنيش. اسكي فا ايفوليو؟ قال لي لا. قلت له لا بعد، قال لي هاو قاعد يكتب كل شيء. ما بروبوزي الدور هذا اللي هي قال لي فيها دو شنو باش تولي. قلت له قال لي حلو سامي سامي حسني. بعد قال لي تبدا ال 27 ايبيزود وبعد في الجزء الثاني صرا قلت له صرا ديفلوبي. قال لي هكاك كان الكلام. دونك دخلت 27 الجزء الثاني جيت عيطنا الكل نلقى دور فريمون ديفلوبي. اي شنو هيك هاي حسيلو زاد شويه وكل ما علينا في هذاك. اونتر تون صورت نهار ولا نهارين وجات ورقدوني بعد ما عودوش كلموني بكل. علاش؟ على خاطر باش نعملوا درا شنو يستناو في درا شنو. اونتر تون انا جاني عرض في نجوم جنون نجوم القايلة. نجوم القايلة جنون لا لا نجوم الليل. نجوم الليل نجوم الليل وفما نجوم القايلة شنو زعما اللي شاركت فيها. اي نجوم الليل جاني العرض نتاع نجوم الليل. يا اخي كلمت البروميير اسيستون قلت له راهو يلزمكم تلمولي اياماتي خاطر راني دون دو موا هكا في بالك من قبل دو موا باش نصور دون دو موا واضح بعد دون زان موا ادمي بعد دون زان موا ريان ريان ريان. نهار اللي بديت نصور قالوا لي جابش تصور. قلت سامحني مش هك واضح مادام كان عندك رساله لسامي الفهري ربي يخلص وحله. والله يا سامي نقول لك ربي معاك وربي يخلص وحلك وان شاء الله ربي ينور الحق. ربي شو نقول لك والله واحد ما عادش يعرف شو يقول. واضح لكن عنده حاجه سي سامي الفهري عاقبوه حاكموه. علاش هكاك؟ علاش؟ واضح كملنا مادام تقريبا الحوار الفقره الاخيره جودة روفي باش نكملوا بها حوارنا بسرعه توت سويت. جو دو تروفي مدام مرحلة التتويج جو دو تروفي باش نعطيك زوج شهيد في ديك اليمين شهادة شكر في ديك اليسار شهادة توبيخ وقول لي شكون يستحق شكر وشكون يستحق توبيخ. أول زوز أسامي نبداو بهم زوز مقدمين تاع برامج في سهرية الخميس لمن الشكر ولمن التوبيخ لطفي العبدلي أمين قارة. أوه لا 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 ما عادش عندنا وقت يلزم نقول هكا. إذا شكر شهادة شكر شهادة توبيخ. ولا لا أنا ما نعرفوش أمين قارة برنخان ولطفي نعرفو. نعفيك؟ عافيني يا مانك. نعفيك منه. الوقت هذا في العادة نسألك زادة على بعض الزملاء الآخرين لكن اليوم مش باش نسألك عليها مدام. كملنا حوارنا 5 دقيقة وكما سميناكش كملنا حوارنا مدام. شكرا ليك سعيد جدا أنك كنت ضيفتي. كما بدينا بالالتزام نكملوا بالقسم قسما بشرفي كنت صادقا بنسبة قديش مدام في الإجابة على الأسئلة التي تلحس نسبة 100%. شكرا ليك مدام سامي رحيم. شكرا لكم مستمعينا تحية لكل الفريق العام الباجة في الإخراج.